مشاهدي الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة، أسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ساعة حوار، وفيها بعد الفاصل بمشيئة الله اليمن إلى أين؟ أهلا بكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لليوم السابع على التوالي تعيش العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى حالة من الهلع والتوتر عقب التدخل العسكري في اليمن الذي سمي بعاصفة الحزم، التي قامت بشن غارات جوية على مواقع عسكرية وحيوية كان للمواطن البسيط نصيب منها، حيث سقط العديد منهم جراء تلك الغارات. خبراء اعتبروا أن الأزمة في اليمن اتخذت مرحلة جديدة وخطيرة للغاية بعد تلك الغارات الجوية ودخول البلد أجواء المواجهة، الأمر الذي قد يلقي بظلاله السلبية على الحياة العامة وعلى الحياة الاقتصادية والمعيشية والدفع نحو توقف الكثير من الأعمال ونزوح بعض السكان إلى خارج المدن الرئيسية. غارات جوية ومواجهات على الأرض وتحول في الأزمة اليمنية يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، جعلت الكثيرين من المراقبين يرون بأن الحل لن يكون أبدا باستمرار تلك الغارات الجوية أو باستمرار تقدم أنصار الله نحو عدن وبعض المحافظات الجنوبية، إنما العودة إلى طاولة الحوار والإسراع بإنجاز اتفاق وطني يحقن كما يأمل الجميع دماء اليمنيين جميعا ويحافظ على مكاسبها الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. سنحاول مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من ساعة حوار نستقرئ الواقع اليوم وفق المتغيرات والتطورات الخطيرة في الأزمة اليمنية من خلال تواصلنا مع ضيوفنا عبر الهاتف. الأستاذ فهد سلطان عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، والأستاذ صلاح العزي عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله. أهلا بكم مشاهدي الكرام. قبل أن أبدأ مع ضيوفي علي أن أقرأ بعض مشاركات مشاهدينا التي وصلت عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. فازع حيدر يقول: التدخل السعودي العربي سببه ما سبقه من تدخل إيراني، وكلا الأمرين مرفوضين، وهو استدعاء واستقواء لطرف على الآخر للسيطرة الكاملة على البلاد. هذا ليس هو الحل، فالوطن للجميع ويتسع للجميع. الحل بالحوار وبتطبيق مخرجات الحوار والسلم والشراكة. فيما يقول صالح المريسي: الحرب التي يشنها طيران التحالف الخليجي ليس حلا لليمن، السبب انعكاساته على حياة المواطن البسيط الذي يعيش أكثر من 60% من سكانه تحت خط الفقر. حميد الشامي يرى أن التدخل العربي جاء في الوقت المناسب، ويقول: تمنيت أن يتدخل قبل أن تستولي الميليشيا على السلطة وتمسح بكرامة الدولة. فإذا لم يتدخل المسلمون والعرب، أنتظر من الغرب مثلا؟ هم أشقاء لنا وتجمعنا رابطة الدين والدم بهم. وأخيرا في ريال حيدر تصرح وتقول: لا للتدخل السعودي، ودام الرئيس هادي هرب معناته الشعب كله ما يشتيه. طيب بأي حق يستنجد وبأي حق يلب طلبه؟ لأنه هو الذي دخل الحوثيين ووصلنا لهذه المرحلة. أهلا بكم مشاهدي الكرام. اسمحوا لي في البدء أن أرحب بالأستاذ فهد سلطان عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية. أستاذ فهد، بداية مساك الله بالخير. مساء الخير والعافية لك ولكل المشاهدين الكرام. اليوم هو اليوم السابع من التدخل من عاصفة الحزم. هل تعتقد انه يعني او كيف ترى اسهام العاصفة في الوضع اليمني المتأزم اصلا؟ في حقيقة الامر هذه العاصفة
هي يعني لها تداعيات كثيرة وخطيرة، ويعني هي لم تف يعني كانت ربما يعني ربما سيذهب الكثير لمن يقرأ حقيقة ما كان يحدث في اليمن بأنها ربما نعم. يعني على مستوى مثلا دول الخليج أو دول الجوار بأنها شر لا بد منه. نحن أنا شخصيا لست مع التدخل، ولكن في حقيقة الأمر يعني الوضع الذي وصلت إليه اليمن كانت تنذر بكارثة، وربما كنا قد بدأنا نعيش فصول حقيقية داخل يعني داخل هذه اليمن، كنا على وضع كارثة، ونحن الآن مقبلون على كارثة اقتصادية هي الأهم وهي الأخطر، وهي التي ربما إذا لم يتدارك العقلاء اليوم ويكون هنالك تراجع أو هنالك نقطة أو هنالك اعتراف أو هنالك على الأقل مراجعات حقيقية واستشعار للضمير لما تجر إليه اليمن، ربما ستكون اليمن أثرا بعد عين. أنا مع أن يكون الحل يمنيا حقيقيا، ولكن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن هو الذي سمح للآخرين بأن يتدخلوا. الآخرين يشعرون بخطر ويشعرون بأن وجودهم ربما سيتهدد، وهم يعني ودخولهم كان بسبب فراغ حصل في الداخل وبسبب مشاغبات وبسبب أخطاء حصلت في الداخل، وبالتالي المسألة معقدة. أخطاء من أي طرف؟ كان هنالك أخطاء حصلت في اليمن، يعني على سبيل المثال مثلا جماعة الحوثي عندما سيطرت على مقاليد السلطة أو استطاعت أن تصل إلى إلى إلى, إلى سيطرة القرب، بدل من أن يعني على يعني أنا شخصيا كنت أحد الذين يتمنى لو أنها تحكم وتقدم صورة نموذجية حقيقية لإدارة شكل البلاد، لكن للأسف الشديد أول ما وصلت بدأت تقيم خطوات لقمع في الداخل، بدأت تقدم رسائل سيئة وخطيرة للغاية للخارج. على سبيل المثال عندما المناورات العسكرية على حدود السعودية، هذه كانت رسالة سلبية وخطيرة وأجزعت دول الخليج، وربما ما يجري الآن هو نتاج. هل تعتقد أن هذه المناورات كانت من العوامل اللي أدت إلى وجود عاصفة الحزم؟ برغم أنه يعني عاصفة الحزم من الواضح أنه كانت معدة من فترة، يعني مش قرار في يوم وليلة. انا اقول لك المساله يعني في حقيقه الامر انت الان عندما تكون هنالك دوله بحكم المملكه العربيه السعوديه يعني عندما تقيم جماعه مسلحه على حدودها وتخرج وسائل اعلام تابعه لهذه الجماعه وتقول بان الرساله وصلت، وهنالك تصريحات سواء من ايران او سواء من هنا من افراد داخل جماعه الحوثي بانهم سيصلون الى الركن اليماني ونجران وعسير وتفصيل، دليل انه سيقلق مثل هذه الدول، يعني اكيد انه سيقلق مثل هذه الدول، او على الأقل إذا كانت لها أطماع أو كانت لها توجهات ستتخذ من هذه التصريحات ومن هذه التصرفات مبررا لأن تقوم بما يجري الآن على الأقل. يعني اسمح لي أن أنتقل للأستاذ صلاح العزي، عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله. أستاذ صلاح مساك الله بالخير. مساء النور والسرور، شكرا لكم على هذا البرنامج. الله يسلمك أستاذ صلاح، أتمنى يكون مساء سرور، لكن من الواضح أن السرور لسه مطول علينا حبتين. بعد 7 أيام من التدخل العسكري، قراءتك لهذه التطورات، إلى أين نحن ماضون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية أشكركم كما أسلفت، وأشكر ضيفك العزيز الذي عندما أسمعه يخال لي أنني أسمعه محللا من الرياض أو من القاهرة أو من أمريكا، وليس مواطن يمني يرى عشرات المواطنين يقتلون في مناطق مدنية لا يوجد فيها أي تواجد لأنصار الله، لا في مصنع لاحج ولا في مصنع يماني ولا في زبادي الهنا، ولكن للأسف الشديد هنالك من ضعفت نفسيته وباع نفسه للخارج. على العموم نحن أمام عدوان غاشم بغض النظر حتى لو كانت اليمن هشيمة، التدخلات الخارجية ممنوعة على الإطلاق سواء من السماء أو من الأرض، لن نسمح أبدا أن يتدخل أحد في شؤوننا، نحن مواطنون، نحن شعب له حقه في العيش في الحياة، له كرامته، نحن لسنا في دولة مهملة يتنازعها الناس من الشرق أو الغرب، نحن دولة كان لها كيانها لم يتدخل فيها أحد. لكن أنتم متهمون بأنه نعم أنتم متهمون بأنه
يعني سماحكم بالتدخل الإيراني في الشأن اليمني نعم هو اللي جرى التدخل السعودي. أخذت هذه من فمي. كنت أريد أن أسأل الأستاذ الفاضل الذي لديك، يا عزيزي قدم لي كشفا بالتدخلات الإيرانية التي تورط فيها أنصار الله بالوثائق و يعني بالصدق التي تستطيع أن تغني عن الناس بها. أما الكلام السخيف الذي تستخفون عقول الناس به، أين إيران يا عزيزي؟ لماذا تبررون بإيران؟ فلتذهب إيران إلى الحريقة، ولتذهب أمريكا إلى الحريقة، وليذهب كل نذل يبرر الخارج الحريقة. ماذا فعلت إيران؟ ما الذي قدمته إيران؟ ماذا فعلت؟ هل اقتحمت بطائراتها؟ ألم تكن إيران لعدة سنوات هنالك قطع دبلوماسي بين اليمن وإيران؟ ما هو الذي التدخل الذي يجعلكم تبررون لأمريكا أن تقتل مواطنيكم؟ ماذا فعلت إيران أيها الخانعون الراكعون؟ ماذا فعلت إيران؟ هل دخلت إيران إلى اليمن؟ هل اخترقت الحدود؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو نعلم أن جنديا إيرانيا تدخل واغتصب شبرا واحدا من أرض اليمن أو أقبل بدباباته وطائراته فإننا لن ننتظر قيادة السلطان، ولن ننتظر الحزب الإصلاح، ولا العتواني ولا الآخرون. والله الذي لا إله إلا هو، لنكون أول من يوجه بندقيته في صدور الإيرانيين. عيب عليكم، تكذبون على الشعب، تسخرون عليه. هل الطائرات الإيرانية التي تحوم هي التي تحوم في سماء اليمن من 10 سنوات؟ هل إيران هي التي أتت بتنظيم القاعدة وزراعته؟ هل الذين يفجرون كل يوم هل هم إيرانيون أم سعوديون؟ الذين يفجرون في المساجد، في المدارس، في يغتالون الجنود، الضباط، العبوات الناسفة، أليسوا سعوديون؟ أين إيران؟ فكرتكم أمهاتكم عندما تبررون للعدو. طيب. بالأمس يا أستاذ صلاح، قتلوا في مخيم للنازحين، كانوا يستغلونه ورقة على أنصار الله. طيب. الإمارات العربية المتحدة هي التي كانت تشرف على ذلك المخيم. طيب يا أستاذ صلاح، يعني خلينا في موضوع، يعني لعد نتعمق كثير في مسألة إيران. أنت وضحت وجهة النظر فيما هو متعلق بإيران، لكن يعني ليش وصلنا لهذا الوضع اليوم؟ مسألة التدخل العسكري، مسألة الآن انقسام الشعب إلى جزء مؤيد وجزء معارض، يعني ليش وصلنا إلى هذه الحال؟ اسمعني وأنا أعتذر على حدتي، وأعتذر حتى من الأستاذ الذي وأنا أقر بخطائي، ولكن من لم يغضب في مثل هذه الظروف متى عساه أن يغضب؟ من الذي إذا لم تفر دماؤنا في هذه الظروف متى ستفور دماؤنا؟ نعم. لا أدري، ربما أني لم أستوعب. لا، أنا كنت أسألك، يعني إحنا وصلنا إلى هذا الوضع بعد مرحلة طويلة من المفاوضات السياسية والاجتماعات والاحزاب واللقاءات الحزبية اللي يرى الناس أنها هي السبب، لكن أنا أسألك، يعني أنت قراءتك، ما الذي أوصلنا الآن إلى هذه الحال؟ هل يمكن العودة الآن بالمسار إلى مسار التفاوض من جديد؟ نعم، اسمعني، في حقيقة الأمر يا سيدي الفاضل، نحن نعيش أزمة في اليمن ليست من الآن، هي من زمان، من 2011 هنالك أزمة، هنالك مشكلة، هنالك ثورة، خلاف بين الشعب بين السلطة. نعم. هنالك أحزاب، ولكن أن يتدخل الخارج. نعم. لماذا؟ ماذا بيننا وبينه؟ لماذا يدخلون بلادنا؟ لماذا يقتلوننا؟ ولعلمك أن التوتر بين اليمن ويعني التدخلات والحقد السعودي أنتم تعلمونه من زمان. إيه؟ حتى الإخوة الأخ فهد سلطان، ربما لو راجعنا أرشيفه لوجدنا كلاما كبيرا تهجميا على السعودية. حزب الإصلاح اليوم يركع أمام السعودية ويعاونها. والله لو عدنا إلى ردود فعل الإصلاحيين في 2011 عندما تدخلت السعودية، كيف كانت السباب والشتائم؟ يا سعودي لا على لماذا اليوم تغيرت؟ لماذا تغيرت السعودية حاقدة على اليمن من زمان؟ نعم. من زمان، منذ أن تدخلت في بلادنا وأخذت حدودنا، منذ اتفاقية جدة، منذ اتفاقية الحدود، منذ حرب صعدة السادسة. ألم توقع سلطاتك على هذه الوثائق؟ لماذا تلوم السعودية دائما؟ أنا أرد عليك بأن السعودية حقدها دفين من زمان.
أيه. وهذا ربما أنها فقط أخذته ذريعة. نعم. أما بالنسبة لأنها أن الوضع الداخلي هو السبب غير صحيح. السعودية طامعة منذ زمن كبير، حتى منذ أن كان اليمن شمالا وجنوبا، نتذكر حربها في الوديعة مع اليمن الديمقراطي الجنوبي زمان، وأخذت منهم الوديعة وأخذت منهم الخرخير وأخذت منهم ما، وأيضا المشكلة التي أثناء حكم علي عبد الله الصالح عندما حصل توتر بين اليمن والسعودية وحشدت القوات إلى منفذ البقع إلى منفذ الخضراء، هذا قديم. طيب. الآن الكلام الآن من جهة سعودية والدول العربية يدور حول استمرار الضربات حتى تنفيذ الأهداف. لن أنتم الآن نيتكم القادمة أبداً أين 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 لن نتراجع على الإطلاق، لن نتراجع قيد أنمله أمام الضربات مهما كانت الخسائر. مهما لماذا أتراجع للغرب؟ تعالوا عن يعني اليمنيين، لماذا أتراجع؟ هل نعود إلى ما قالها الحسين عليه السلام؟ خيروني بين السلة والذلة، إما أن أذل لهم أو أن يقتلوني فليقتلوني. هم لم أنا إذا كانت مشكلتهم مع أنصار الله، تعالوا ادخلوا اخترقوا علينا الحدود، نحن دونكم في محافظة صعدة، لماذا تذهبوا تقتلون تدمرون مطار الحديدة المدني، مطار تعز، مصنع الإسمنت، محطات الغاز والكهرباء، مصنع الأيس كريم، مصنع الزبادي. أيها الجبناء ادخلوا إلينا إذا كان مشكلتكم، مشكلتهم مع يمن قوي، يريدون تدمير البنية التحتية، يريدون نظاما كما كان علي عبد كما كان عبد ربه منصور، يحركونه بالريموت يجعلوا لهم، كان السفير السعودي والسفير الأمريكي هم الذين يديرون اليمن، هم يريدون كذا. نحن ذرنا من أجل أن نقول كفى خنوا عن للخارج للسعودي لطهران لأمريكا، نحن دولة نريد أن نكون دولة مثل غيرنا. نعم. نتعب ونتألم ونشكى وفي الأخير يكون لنا كيان، أما أن نكون مسلوبي الكيان من قبل على ذلك على نفسه ففي اليمن مواطنون آخرون يرفضون. طيب أرجع للأستاذ فهد سلطان، طولنا عليك أستاذ فهد. حقيقة يعني يعني زي ما أنا تكلمت أنا والأخ صلاح أنه عاصفة الحزم قال المسؤولين عنها أنه لن تتوقف العاصفة حتى تتحقق الأهداف، هل تحققت هذه الأهداف على الميدان؟ ماذا بقي من هذه الأهداف؟ إلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ في البداية أنا لست ناطقا باسم أحد، أنا مجرد صحفي، وأعتقد أن قناة السعيدة ربما جانبت الصواب. أنا كنت أتمنى لو يكون أمام الأستاذ صلاح شخص بنفس يعني أنا أشتغل هنا سياسة أو أتعامل بلغة سياسية، بلغة الحشد وبلغة الخطابة أو خطبة الجمعة، هذه كان ربما ينتقلها شخص آخر. هو برر واعتذر الرجل، يعني هو برر الغضب من أجل الوطن واعتذر، يعني شخصيا هذا وطننا جميعا وليس وطن أحد. نعم صحيح أحد. صحيح. يعني أنا شخص مواطن يمني أتألم لكل قطرة دم، وأنا عندما أقول هنا أقول كلاما سياسيا، أقول رأيي الشخصي الذي أعتقد قد يكون صوابا قد يكون خاطئا، لكن هذه قناعتي. قد يعني الأستاذ صلاح يقول كلاما أنا أحترمه أقدسه لأنه مواطن يمني محفوظ الكرامة، لكن قد أختلف يعني قد لا أتفق على هذا الرأي، لكن يظل هذا الرأي محترم، وأنا أتمنى أن نتعامل هكذا مع جميع الفرقاء. نحن يمنيون مقدسون الدم والعصمة، كل كلمة كل رأي كل قناعة مقدسة لمذهبه ولدينه ولسياسته ولكل ما يذهب إليه، لكن أن نختلف سياسيا فهذا حق لنا، لا يستطيع أحد أن يزايد على شخص على أحد بأنه أكثر وطنية من الآخر. نحن نتألم، وعندما نعبر عن آراءنا أو قناعتنا لا يعني بالضرورة أننا قد تخلينا عن مبادئنا أو قيمنا أو كرامتنا أو أننا لسنا يمينيين. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة، بحيث عندما نتكلم لا نقدم على أننا أنا ضد من يقول يعني ضد من اللغة الطائفية وضد اللغة المناطقية وضد التي فرقتنا وقسمتنا وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ينبغي أن نختلف، ونحن يمنيون محترمون مقدسون يقدر بعضنا بعضا، نختلف نتقاتل، لكن تظل خلافا سياسيا ونظل يعني مقدسين. يعني هذه المقدمة التي كنت أريد أن أدخلها في موضوع، يعني أنت طرحت سؤال، يعني هذا السؤال أنا أعتقد أنه لا يقدم لي، لكن أنا كمراقب أو كمتابع لما يحصل قلت يعني هناك قضية في غاية الأهمية، بأنه الشعب اليمني عنده حساسية مفرطة
ربما يفوق كثير من دول العالم في مسألة التدخل العالمي التدخل الأجنبي في شؤون اليمن. يعني هناك عنده حساسية، ولكن نحن اليوم أنا كمتابع أنا كمراقب على سبيل المثال عندما أجد اليوم الشارع اليمني لم يتفاعل بالطريقة التي لو حصلت يعني مثل هذه التدخل من قبل كان سيكون له موقف صحيح وموقف ربما وموقف شديد. نعم صحيح، أنا أعرف يعني الشعب اليمني عنده حساسية في مثل هذه القضايا، لو أن هذه الذي حصل قبل مثلا 10 سنوات أو 8 سنوات كان سيكون للشعب اليمني وللشارع اليمني موقف، لكن في حقيقة الأمر علينا أن نعترف بأن هذا الشعب اليمني واجه يعني أقصي وواجه ظلم شديد، واجه يعني تخيل قبل مثلا هذا العدوان أو قبل هذا التدخل الأجنبي لمحافظة تعز يسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى ومحاولة إسقاط هذه المحافظة قوة. هذه المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية والتي كان ينبغي وكان يعول لها أن تكون في مقدمة الصفوف لرفض التدخل الخارجي، ولكن نعم. هذه اليوم بسبب الظلم الذي وقع عليها وبسبب أن جماعة الحوثي حاولت قسرا أن تكسر شوكتها وأن تمرغ أنفها وتقتل شبابها وتفعل، ترى أين هي اليوم؟ تعز اليوم إذا لم تبارك مثل هذا العدوان فهي اليوم صامتة، لأنها تشعر أن كرامتها قد دوست، ليست محافظة تعز فقط ولكن كثير من محافظة الجمهورية. أنا أريد أن أسأل سؤالا، أين هو اليمني اليوم؟ أين هي المحكمة؟ أنا مثلا على سبيل المثال الأستاذ صلاح العزي قبل يومين ينشر في صفحته كلاما خطيرا تحريضا واضحا، يعني أنا كصحفي يعني أشعر بالرعب والخوف مما كتبه الأستاذ صلاح على صفحة نعم. التحريض نعم. على سفك الدم كل صحفي مجرد أن يقول كلاما ويقول بالحرف الواحد، لا أريد أسماء، أريد أرقام تلفونات وأين يسكنون وأين يجلسون وبماذا يعملون وسيتم التعامل معهم. هذا صلاح العز الذي أمامه. كان يقصد من يعني عن الصحفيين ولا عن لا هو يتكلم عن الصحفيين عن كل يعني يعني يتكلم بكلام خطيرا يعني كلام خطير. أنت يعني أنا أقول شيئا واحدا، ينبغي أن نفرق بين من يحمل السلاح وبين من يقول رأيا، بين صاحب الرأي وصاحب نعم البندقية. حقيقة الأمر أنا سأقول لك مثلا على سبيل المثال نعم عندما كانت نعم عندما كان مثلا حكومة الوفاق الوطني كيف كان النقاد الذين ينقدونها على مستوى حزب الإصلاح، كان هنالك كيف كان لغة علي البخيتي، يعني كيف كان المحرضون عليهم، هل أوذي واحد، هل تم تهديد واحد، لم يتم تهديدا واحدا ولا عوقب شخصا واحدا ولم يحصل شيء. اليوم هنالك تعذيب، هل نسينا تلك الصور التي اهتز لها الشارع اليمني من أقصاه إلى أقصاه، أولئك الأشخاص الذين تم تعذيبهم حتى الموت في يعني في ظهورهم وفي أماكن وفي مؤخراتهم وفي أماكن يعني المحترمة في أجسامهم، أين نذهب من هذا الكلام؟ يعني علينا أن نستوعب على جماعة الحوثي على الأقصى صلاح العزي على الإخوة في جماعة الحوثي أن يستوعبوا بأن الشعب اليمني يعني قهر وبأن الشعب اليمني واجه استبداد وواجه ظلما وواجه قهرا من أقرب المقربين إليه من أبنائه من إخوانه. هو اليوم إذا لم يقف ضد هذا العدوان فهو يتفرج لأنه يشعر بأن هذه الضربة لا تتوجه، يعني هي مؤلمة في حق اليمن لكنها لا تستهدفه بشكل مباشر لما تستهدف إيش يعني الشخص الآخر. طيب أنت يعني برضو ما وصلنا للنقطة المهمة، هل تتوقع أنت كمراقب أنه عاصفة الحزم حد يعني عملت الأهداف اللي هي ما نفذت من أجلها أم لم تتحقق؟ أنا في حقيقة الأمر كمرابع أقول التالي، يعني هذه الدول ومنها المملكة العربية السعودية شعرت بخطورة كبيرة، شعرت بأن النظام السابق سلم كل ترسانة هذا الجيش لجماعة الحوثي، وجماعة الحوثي لا تتعامل بلغة سياسية بقدر ما تتعامل بلغة الاستقواء ولغة العنف ولغة القوة وتقييد ربما الدبلوماسية إلى حد كبير في تفاصيلها. هذا الكلام أرعب الخارجيين، يشعرون اليوم أنهم ربما يعني ينبغي أن يزال يعني هذه الترسانة التي سلمها علي عبد الله صالح أمام جماعة الحوثي. نحن نرفض رفضا قاطعا استهداف مؤسسات الجيش، ولكن في حقيقة الأمر مؤسسات الجيش يتم اليوم حرقها. على سبيل المثال ما الذي يحصل الآن في محافظة عدن وما الذي يحصل اليوم في محافظة، لماذا لا يتم إبعاد هذا الجيش وزجه في هذه المعارك؟ لو أن جماعة الحوثي اليوم تتقاتل ولإسقاط أي محافظة لكان الأمر هي، لكن أين يتم زج الجيش في هذه المعارك؟ يعني ما الذي يحصل؟ نحن اليوم أمام محرقة. أنا والله اليوم تألمت قبل قليل وأنا أسمع الأستاذ صلاح العزي يقول أنه لن يتراجع، لماذا يا أخي الكريم لم يتراجع؟ ما الذي حصل بين مصر وبين قطر وهم قبل يومين يلتقون ويجتمعون وتعود السفرة؟ يعني لماذا نتعامل بلغة قوية؟ سنحرق أنفسنا ونقتل أنفسنا. لماذا الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأبيه وأمه وكل الصحابة الكرام عندما شعر بأنه سيقدم فتنة بين المسلمين تنازل
تنازل يا أخي، يا أخي الكريم تنازل، عد إلى خطوة إلى الأمام، راجع نفسك. يعني أنا سأطرح التالي، لنفترض التالي، لو أن عبد الملك الحوثي اليوم خرج وقال موافق على يعني عودة العودة إلى المفاوضات، العودة إلى المفاوضات وسحب المسلحين وتسليم أجهزة الدولة من أجل اليمن، يا جماعة تنازلوا من أجل اليمن. خطوة التجمع اليمني للإصلاح الذي شن عليه اليمن، وقد كان صوته كاد أن يحرق على مستوى الشارع اليمني عندما عمل تلك الخطوة في سبتمبر من العام الماضي، عادت يعني عاد الناس يحترمه من جديد، وعاد الناس يعني وحصل على مكان واحترام لأنه تراجع من أجل الوطن. لو أن الإصلاح وهو معه 2 مليون شخص ومعه مدانين ومعه مسلحين ومعه قال سأقاتل حتى الموت، والله كانت اليمن ستفنى عن بكرة أبيها، لكنه تراجع. ما الذي يمنع اليوم جماعة الحوثي أن تتراجع خطوة إلى الأمام من أجل اليمن، من أجل البلد ستذكرها التاريخ؟ طيب. يا أخي الكريم نحن لا نقاتل من يعني هذه بلدنا، كل قطرة دم تؤلمنا، كل قطرة دم يعني تنهك قوانا. طيب، ينبغي أن نتراجع من أجل الوطن. طيب يا فهد، خلونا مشاهدي الكرام نرجع لمساحة الحرية التي يعبر فيها أصحابهم عن رؤاهم هم، لا عن رؤى قناة السعيدة، هي فقط مساحة للحرية نقدمها لكم، نقرأ ما كتبه مشاهدونا. زيد حجر يقول: لا يجوز لأي أحد أن يتدخل بيننا، ومن تدخل بسوء فسيرد الشعب عليه بكل قوة وثقة بالله. فيما يرى أحمد محمد أو قدم رجاء نوجه سؤال للمحللين السياسيين: ما الذي يلي بعد تدمير البنية التحتية للشعب اليمني؟ ما الذي تنوي المملكة بعد تصفية الأسلحة ومعظم أبناء اليمن؟ مطيع الحذوري يقول: التدخل هو انتهاك للسيادة الوطنية، ومن يعتقد بأنه لمصلحة الوطن فهو واهم ومريض. ورسالتي إلى كل وطني غيور على وطنه: أصحوا من نومكم، الخليج هي من تدمر اليمن لأجل مصالحها الشخصية ومن أجل مصالح الغرب، ليست حبا في اليمن وشرعية الهارب. فيما يرى رجفان الخليدي: أصلا الوضع معقد من قبل التدخل، وكنا على حافة حرب أهلية ومناطقية ربما طائفية، علشان كذا ما يغرق وربما سيساعد في إعادة التوازن بين القوى والعودة للحوار. نرجع لصلاح العزي. أستاذ صلاح، كان في تساؤل من فهد سلطان: لماذا لا تتراجعون إن كان في هذا التراجع مصلحة الوطن؟ لماذا الإصرار على أمر يمكن أن يؤدي إلى الدمار الكامل؟ أوكي، اسمح لي أولا أن أعقب على 3 نقاط مهمة. أي. فيما يخص محافظة تعز، يقول أن محافظة تعز الآن صامتة وأنهم فقط خرجوا الأسبوع الماضي ورفعوا صور سلمان وأن هناك، لا يا فهد سلطان، يعني لا أدري لماذا تصدون على أن تستخفوا. نعم. تستخفوا بعقول الناس وكأنكم أنتم مواطنون وغيركم. لا، اليوم خرجت مظاهرة كبيرة في تعز، ربما أنك لا أدري هل شاهدتها أم أنك لا تريد أن تشاهدها. هؤلاء أيضا من تعز، حتى ولو كانت ولاءاتهم لتيارات غير حزب الإصلاح أو حزب آخر، أيضا إذا كانوا رافضون للتدخل هم أيضا يمنيون ومن تعز، من أبناء تعز. نعم. والذي سحل الأسبوع الماضي لأنه خرج يتظاهر رفضا للعدوان أيضا هو من تعز، يعني من أبناء محافظة تعز. نعم. فراجع المسيرة اليوم ومسيرة تعز اليوم وما سبقها، وكن أكثر إنصافا، وأعلم أنك تخاطب ناس يعقلون، يعني ربما يسخرون منك عندما تتكلم بهذا الكلام. قولوا كلاما منطقيا من أجل أن نرد عليكم، أما أنت تكلمني بكلام لا واقع له ثم تريد أن أرد عليك. طيب، هذه الأولى. الثانية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص التهديدات التي قال أني أطلقتها. نعم. أريد فقط أن أوضح لأنه لم يأتي بالكلام كاملا. أنا قلت لا أقصد المعارضين للثورة، لا أقصد من عارض مهما كانت شدة أو حدة معارضته للثورة أو لأنصار الله، لا أقصده. أنا أقصد وخصصت العملاء الذين يرصدون ويحددون ويحددون الأماكن للطائرات، عندما يقول المكان الفلاني يوجد فيه سلاح وهو مكان مدني، عيب تدافع عن هؤلاء. وعبر هذه القناة أكرر ما قلته: أي حي، أي أبناء حي يرون أحد من العملاء يهدف للطائرات. نعم. للطائرات بأن هذا المكان يوجد فيه سلاح فاضربوه، هل تنتظرون الطائرة؟
أنا قلت اذهبوا وخذوه واربطوه في المكان الذي حدده، فإن ضربت الطائرة فهو أولى بأن يضرب، وإن لم تضرب الطائرة الله يفتح عليه. يعني هذا كلام لا أظن أن أي إنسان سوف يخالفني عليه. نعم. الثالثة في أيضا المؤسسة الاقتصادية عندما ضربت، عندما قصفتها الطائرة قبلها بيوم واحد، أحد الصحفيين الذين يدافع عنهم الأستاذ ذكر ومنشوراته موثقة، قال المؤسسة الاقتصادية مليئة بالصواريخ والسلاح فأتت وضربتها وقتل المواطنون، كان الأولى به هو أن يقتل تحت هذا القصف. النقطة الثالثة عندما يقول لماذا لن نتراجع، أنا سألته لمن نتراجع؟ للسعودية لن نتراجع، لأمريكا لن نتراجع، للسودان، مصر، باكستان، الإمارات لن نتراجع. أما بالنسبة طيب إلى أي مدى أنتم يعني ناويين تستمروا؟ يعني هل المسألة هي المسألة يعني المسألة إنه الاستمرار قد يكلف الكثير؟ لمن أتراجع؟ ماذا تريد السعودية من أجل أن أتراجع؟ حوار، الحوار كان مستمرا إلى أول يوم قصفت فيه صنعاء، كان الحوار منعقد. يا 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 فهد السلطان، يعني أنتم بشر سوف تسألون أمام بين يدي الله. لماذا تضللون الناس؟ اتقوا الله في هذا الشعب، استحمرتموه 35 سنة وهو يعيش على الكذب، دم قتلنا في صعدة على أيدي ناس كانوا يأتوا يقتلوننا ويتوقعون أننا يهود، كنا نلقي القبض على أحد الذين كانوا يقتلوننا، لماذا جئت تقتلنا؟ قال أنت تسب عائشة، أنت لديك حيوان ترسم عليه عائشة، أنت لديك جبل اسمه معاوية. قلت تعال بيدك، تعال أرني أين هذا الشيء. قال أنتم تخرجون في حسينيات، أخذته إلى الجامع ليصلي معي، لم يرى هذا الشيء. لماذا هذا التضليل على الشعب اليمني؟ لماذا هذه السخرية من اليمنيين؟ انطقوا بالحقيقة فقط. كان هنالك حوار إلى اليوم الأول من العدوان. من الذي كان يعطل وينسحب كالنساء يا فهد السلطان؟ من هم؟ أليسوا قادة حزب الإصلاح وقادة الحزب الناصري العدواني وعبد الله نعمان؟ أليسوا هم الذين كانوا يعطلوا؟ من هو الذي أفرغ اليمن من 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 القيادات السياسية؟ هل هم أنصار الله؟ عندما اجتمعنا وقلنا فلنقدم حكومة أو طيب هل تعتقد سياسي مؤقت لفترة انتقالية، واتفقنا ووقع محمد قحطان ووقع العتواني ووقع حزب المؤتمر على أن يكون هنالك مجلس رئاسي ومجلس وطني من مجلس نواب ومجلس مجلس شعب، واتفقنا وتم التوقيع وخرج جمال بن عمر وأعلن ذلك، ثم بعد ذلك تتخلخل الأمور ويظهر لنا بعض الناس يقولون صلاح. هل تعتقد أنه غياب الدولة في الفترة الماضية كان له أثر على اللي قاعد يحصل الآن؟ يعني ما لا مجلس نواب لا رئيس لا حكومة، هل كان له دور في اللي قاعد يحصل الآن؟ والله يا سيدي الفاضل، إذا أردنا أن نتكلم بصدق، نحن في 2011 خرجت أنا وأنت والأخ فهد السلطان والعلم، انفجرت الثورة يا فهد السلطان عندما يقول أنني حدد الصحفيين، انفجرت الثورة وأنا مسجون على قضية إعلامية لمدة عامين. انفجرت الثورة وأنا مغيب داخل الزنازين، لا أعلم ما الذي يدور حولي، لم أعلم أنها انفجرت الثورة في صنعاء إلا بعد تفجير جامع النهدين يا أستاذ فهد السلطان. هذه الحرية التي كان يتمتع بها علي صالح وعلي محسن، ركز، علي محسن كان هو الذي خلف القضية. على العموم، انفجرت الثورة وخرجت أنا وأنت والأخ فهد السلطان وجميع الشعب من أجل أن نسقط نظام ليس شخص، كنا نقول ليست قضيتنا مع شخص، نظام كامل لديه شركاء تعاونوا في الظلم، تعاونوا في نسقطهم، من بعد ذلك نتعاون. وإذا ببعض الإخوة يتفقون مع الرياض ومع واشنطن على مبادرة خليجية للتحاصص، ولم نسمع الأخ فهد السلطان وهو يندد بذلك، لأنه قضى على تضحيات الشباب الذين من هنا بدأت المشكلة، من هنا
بدأت المشكلة، المشكلة منذ التوقيع على المبادرة الخليجية. الآن يا سيد الفاضل، السعودية عندما تقول لي أنت والأصفه السلطان تراجعوا تراجعوا، السعودية الآن تقول نعود إلى المبادرة الخليجية. نعم. إلى المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية هي التي تبصي الجميع عندما يقول أننا نبصي، هي التي فقط يحكمها حزب الإصلاح ومجموعة من الكراسي لعلي عبد الله الصالح، والباقيين يقعدون في الساحات. لا، لن نعود للمبادرة الخليجية لأننا خرجنا آنذاك لرفضها. هل في رؤية معاكم لحل يمكن أن يؤخذ به؟ نعم. حل سلمي. نعم، ما هو الذي قدمناه، المشروع الوحيد الذي قدم أثناء مؤتمر الحوار كنا نطالب. أنا أتكلم عن الآن، كيف يمكن العودة إلى طاولة الحوار؟ يا سيدي نحن لم نرفض الحوار، يتوقف العدوان. أنا أعرف أنك ما رفضت، لكن يتوقف العدوان. يتوقف طيب. العدوان أنا أتكلم عن الإجراءات، عملية. نعم. جميل. نعم. يتوقف العدوان أو يتوقف التدخل، واحد اثنين. نعود جميعا إلى ما كنا عليه، ونضع كما قلنا نضع سقفا زمنيا، سقفا زمنيا. هل هذا يشمل العودة إلى ما كانت الأوضاع؟ هل هذا يشمل سحب القوات اللي متجهة إلى عدن وعودتها إلى صنعاء؟ ربما أن العودة إلى اتفاق السلم الشراكة. لا أدري لماذا تركزون دائما على النتائج وتجهلون. لا أنا ما أكلمك عن النتائج، أنت بتقول لي العودة السابقة. العودة السابقة يعني نرجع إلى ما قبل. يا سيدي الفاضل، في الذي يحدث الآن في عدن والجنوب ليس تمددا كما يقولون حوثيا، هو نتيجة لعمل، يعني هو كان نتيجة، هو الذي من اللي بيسير القوات الآن؟ القوات اللي رايحة عدن، من الذي جالس يأمرها تحت سلطة من؟ لا تعلم ما الذي كان يا أستاذ، لا تعلم ما الذي كان يحدث في عدن وفي شبوة ولحج والضالع قبل أن نتحرك؟ كيف؟ ألا تعلم أن عبد ربه منصور كان هو تنظيم القاعدة، جلال بلعيدي كانوا يقتحمون المعسكرات ويقتلون الجنود والضباط ويتآمرون مع الخليج؟ أنت الآن بتواجه القاعدة في عدن إلى نافذة خلفية للخارج. نعم. نحن طيب. لم نكن والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، وهذه كلمة أمام الله وليسمعها أبناء الجنوب قبل ما أن يسمعها الآخرون، بأن عدن كانت لها وضعية، أن الجنوب كان له وضعية خاصة. والله أننا كنا صادقون ومخلصون وفي التواصل مع الجنوبيين، وكان مجرد أن نوجه كلمة عتاب للجنوبيين ممنوع علينا، من أجل نحن نعرف الوضع الحساس مع الجنوبيين. طيب. كنا نسعى لحلها لأنها هي التي وترت الأوضاع، ولكن نعم. عندما نعم. عندما تحولت عدن وحضرموت إلى مأوى لتنظيم القاعدة ينطلقون منها لقتل المصلين وقتل الناس في المدن وفي المظاهرات وفي كل مكان. طيب أستاذ صلاح اسمح لي الآن سنتوقف، خلونا نطلع فاصل مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل عندنا يعني محور مهم جدا، مسألة التدخل البري والأيام القادمة ماذا تحمل من مفاجآت، ما هي الرؤى اللي يمكن أن تقدم من أجل الوصول إلى مخرج سلمي من هذه المحنة التي تمر بها اليمن. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام فيما تبقى من هذه الحلقة من ساعة حوار، اللي بنناقش فيها وبنتكلم فيها عن وضع اليمن، إلى أين يمكن أن يصل بنا الحال، يعني ماذا بقي. وضيوف اليوم أذكركم مرة أخرى، الأستاذ فهد سلطان عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، والأستاذ صلاح العزي عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله. توقفنا مع الأستاذ صلاح قبل الفاصل، الآن نذهب إلى الأستاذ فهد. فهد، كيف يمكن أن نصل إلى حل؟ ما هو المطلوب من الأطراف كلها، سواء الأطراف اليمنية أو الإقليمية؟
لا أعرف إن كنت ستسمح لي في أقل من دقيقة فقط تعقيب على سبق وهي الأستاذ صلاح المعزي مشكور سأل أين كنت في أيام الحروب الست في أواخر 2008 نزل فهد سلطان إلى جبل الصبير وألقى خطبة جمعة وتحدث بأن الحرب التي يقودها لعبد الله صالح ضد الحوثيين هي حرب ظالمة وحرب غير صحيحة وحرب غير مشروعة. فيعني حصلت مشكلة كبيرة داخل البلاد وطرد فهد سلطان من قريته وحرم من أبيه وأمه لمدة عامين كاملين ووصل بلاغ إلى الأمن السياسي في العاصمة صنعاء بأن فهد سلطان حوثي ومن من من محاسن الأقدار بأن هذا البلاغ وصل إلى عند شخص في الأمن السياسي وهو لا زال حيا يرزق يعني وهو يقول أن فهد سلطان ليس حوثيا وأنا أعرفه عن قرب وتم أتلافي هذا البلاغ فقط ليعرف أنني كنت مناصرا وكنت أنا شخص أناصر أي مظلوم أي شخص يظلم بعيدا عن انتمائه أو شكله أو لونه أو عقيدته أنا معه أنا مجند نفسي لمناصرة أي إنسان يظلم وأعتقد منشوراتي معروفة ومقالاتي معروفة ومن يعرفني عن قرب يعرف ذلك أنا لا أعرف الانتماء ولا أعرف المذاهب ولا أعرف الطوائف أنا عندي مسلم يمني معزز مكرم. أعود إلى النقطة التي ذكرتها أخي الحبيب في موضوع يعني أنت يعني في موضوع التدخل أو فيما تقصد الحل أي كيف يمكن نصل إلى حل يعني ما هو المطلوب من كل الأطراف اليمنية والإقليمية؟ نعم يا أخي الكريم الحل ليس صحيحا بأن أي تنازل أو تراجع من جماعة الحوثي هي للسعودية وأمريكا هذا كلام غير صحيح يعني هذا كلام تفصيل للقضية اليوم هنالك متحاورون هنالك قوى سياسية كان هنالك حوار عندما يقول الأستاذ أنه لم يعود إلى المبادرة الخليجية هذا نعده كلاما خطيرا للغاية بأنه ينسف مؤتمر الحوار الوطني والذي شاركت فيه جماعة الحوثي على قدم المساواة وحصلت على يعني على عدد مناسب واستمروا حتى آخر لحظة فكيف يقول أنه لم يعد للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني هو أحد أهم مخرجات المبادرة الخليجية يعني هذا الآن عدم اعتراف بمخرجات الحوار الوطني يعني عندما يقول أن لم نعود معناته أننا لن نعترف بشيء وأننا سنعود إلى فراغ. النقطة الأهم في هذه القضية وهي التي ينبغي عندما نقول اليوم الحل هو العودة إلى يعني مائدة الحوار ويعني العودة على الأقل يعني اليوم كثير من السياسيين من المحللين كثير من يعني من الوطنيين داخل اليمن كثير يعني الكثير يتحدث لو أن جماعة الحوثي اليوم تعود إلى يعني اتفاق السلم والشراكة رغم أنه كان مع الإكراه رغم أنه بسط أمرا يعني مختلفا لو عادت إلى ذلك الاتفاق من تلك النقطة بين الفرقاء وتم تنفيذه حرفا حرفا سنخرج من هذه المعضلة التي نعيشها اليوم عندما هكذا نقول أننا يعني نسلم للسعودية لا أخي الكريم ليست للسعودية ولا لأمريكا هؤلاء ما دخلوا إلا بسبب أن هنالك فراغا حصل داخل اليمن علينا اليوم أن نتراجع لبعضنا أن نتنازل لبعضنا نحن يمنيون نحن من سيحل مشكلتهم التجربة السورية اليوم والتجربة العراقية وتجربة الصومال وتجربة أفغانستان تجارب كثيرة أمامنا المكابرة إلى آخر نقطة لا تفيد أحد علينا اليوم أن نتنازل لبعضنا إذا تنازلت أن يعني أن 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 أن, أن, أن نعيد اليوم صياغة عقد اجتماعي جديد يحفظ لي حق الحياة يحفظ لي حق الشراكة أن نتقاسم السلطة ونتقاسم الثروة فيما بيننا تعالوا لنذهب بالماضي إلى غير رجعة تعالوا اليوم إلى واقع جديد يحترم المواطنة المتساوية بين الجميع لا فرق بين يمني على يمني يعني إلا تحت سقط القانون لكن عندما نرفض كل الجهود وكل ما بذل وكل الدماء وكل التضحيات وكل التي بذلت من قبل هذا نسف هذا عودة إلى مربع الصفر هذه مكابرة هذه معنى أننا الآن نسير إلى محرقة وإلى ما لا نهاية. تتوقع التدخل البري وارد؟ التدخل البري والتدخل الجوي وكل التدخلات نحن نرفض هذه جملة وتفصيلا نحن نرفضها ولا أعتقد أن السعودية يمكن أن تتورط في يعني أن تتورط في حرب كان في كلام إنه التدخل البري سيكون عبر أطراف نسميها موالية للتدخل العربي أو مؤيدة للتدخل العربي لا لي علاقة بأطراف لكن أنا سأقول كلاما عاما أنا سأقول وجهة نظري لو أن السعودية أو الحلف أو الدول أو أمريكا أو أي دولة أدخلت جنودا إلى داخل اليمن فإنها ستوحد الشارع اليمني عن بكرة أبيه لقتالهم لا نحتاج نحن في اليمن اليوم سنحل مشكلتنا أعتقد اليوم أن السعودية تنتقم من جماعة الحوثي بسبب تهديداتها وبسبب علاقتها مع إيران لكن الدخول البري سيكون يعني سيوحد الشارع اليمني سيقلب الطاولة عليهم يعني تفصيل. نعم سيقلب الطاولة تحت أي ظرف كان هذا عمل مدان وعمل مرفوض جملة وتفصيلة نحن مع أن تحل المشكلة نتمنى من جماعة الحوثي اليوم وهي صاحبة القرار هي من تبني زمام المبادرة كما كان حزب الإصلاح في سبتمبر
ديسمبر الماضي هو من يمتلك زمام المبادرة. تخيل لو أن حزب الإصلاح يعني من الذي أوقف المعركة الدموية التي ستغرق فيها أنهار من الدماء في سبتمبر؟ إنه الإصلاح قدم مبادرة وتحمل لكن ستذكر له. اليوم زمام المبادرة وكما يقال اليوم الملعب أو الكرة في ملعب جماعة الحوثي هي التي تستطيع أن توقف هذا النزيف، هي التي تستطيع أن تحفظ لنا شيء اسمه اليمن، هي التي تستطيع أن تمنع علينا أي جندي خارجي أن يدخل إلى هذه اليمن. نعم. هي التي تستطيع أن تحقن كل دماء الجيش الذين يقتلون اليوم على أبواب عدن وفي الضالع وفي أكثر منطقة. هي التي تستطيع أن تحمي كل مؤسسات الدولة. لا يوجد أي مكون سياسي داخل اليمن يستطيع أن يوقف ما يحصل اليوم داخل هذه البلد إلا جماعة الحوثي إذا خرجت وأعلنت للناس بأنها تتراجع عن كل شيء وتعود إلى اتفاق السلم والشراكة الذي يجعل الجميع كلهم يعني على اتفاق يعني رضي به الجميع، رغم أنه كان تحت قوة السيف وكانت جماعة الحوثي هي المنتصرة، إلا أن الناس مقتنعون بذلك الحل وهو المخرج وبغيره هو الدمار، ويعني وسيذكرون هذا الكلام وكلام يعني ليس هذا كلام ولكن كلام كل العقلاء. شكرا جزيلا للأستاذ. المبادرة يعني اليوم بيد جماعة الحوثي دون سواها. شكرا جزيلا للأستاذ فهد سلطان، عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، الآن في هذه اللحظات في يبدو قصف جوي، ولذلك سنحاول يعني أنه نعطي بقية الوقت الأستاذ صلاح الخمس دقائق الأخيرة مع الأستاذ صلاح العزي. أستاذ صلاح، أين يمكن أن نصل بالغد؟ هل أنتم متأملون في مسألة الوصول إلى حل سياسي أم تراهنون على يعني توقف العاصفة، عاصفة الحزم؟ صمودكم إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ ماذا يمكن أن يعني هل أنتم جاهزون لهذه المعركة؟ ستتأثر البنية الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية ستتأثر، هل أنتم جاهزون لمثل هذه الوضعية التي إذا طالت يمكن أن تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها؟ أستاذ صلاح. طيب نقرأ بعض المشاركات، يرجع الخط. عبد الكريم السلعة: التدخل العسكري في اليمن لا يأتي بالخير بتاتا، إنما هو لتدمير الجيش والبنية التحتية كما ترون على أرض الواقع. كم بيوت دمرت وكم مواقع للجيش دمرت بشكل كلي وأهداف إلا يعني وأهداف، أعتقد يقصد أنه كل همها خلق موازنة سياسية في البلد وهذا لصالح الاتحاد الصهيوني أمريكي وأهداف الاتحاد. أوكي. معين المدغمر: التدخل هذا فاشل وهو أمر يهم كل يمني، فكلما تحالفوا علينا يتحالف الشعب اليمني بالكامل جميع الفئات العسكرية والسياسية والمدنية لنخل بعاصفتهم الغادرة. وأخيرا أقول اليمن مقبرة الغزاة. نرجع للأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، كنت أسألك إلى أي مدى أنتم تنوون الصمود في مواجهة هذه العاصفة وهذا الحلف العربي؟ هل اليمن يستطيع الصمود والتحمل؟ هل أنتم جاهزون يعني تذليل العقبات التي ستواجه الصمود؟ الأوضاع الاقتصادية على سبيل المثال، توفير المشتقات النفطية، واليوم كان في بعض المظاهر لانعدام هذه المشتقات، هل أنتم جاهزون للصمود أم سنشهد شيئا آخر؟ يا سيدي الفاضل، أولا العدوان هو على اليمن، لا أدري لماذا تصرون على أن تظهروا للناس وكأن العدوان يخص. أنا أتكلم عن اليمن، أنا أكلمك عن اليمن والمواطن اليمني. أوكي. حتى الأخ قبل قليل عندما قال نتنازل نتراجع أمام الضغوط السعودية، العدوان ليس على اليمن، يعني لا يفترض أن نكون أن نمهد لهم الطريق ونساعدهم في عدوانهم. هم تدخلوا، فلنفرض أن تدخلهم هذا محاولة للارتجال، ولكن ما ذنب الذين في المحافظات الأخرى الذين قتلوا بالأمس؟ عندما نقول مفترض أن نتنازل لهم، مفترض كان الأولى من ذلك أن نخاطب المعتدين ونقول لهم إذا لم نرفض من باب الوطنية بشكل كامل، على الأقل يقولوا للسعودية ولأمريكا اقتلوا الحوثيين، اقتلوا أنصار الله، تلك مناطقهم،
لا تتطاولوا على محافظات أخرى. لماذا تدمرون المصانع؟ لماذا تدمرون المستشفيات؟ لماذا تدمرون محطات الغاز والكهرباء والمطارات؟ هذه ليست ملك للحوثيين، هذا ما كان مفترض أن نقوله. المجلس الثوري هل ماذا سيعمل من أجل تخفيف الوطأة التدخل على المواطن؟ يا سيدي بالنسبة للتدخل حتى في قوانين الأمم المتحدة مكفول للشعوب أن تواجه. إذا استمروا في عدائهم فلن يكون أمام الشعب اليمني إلا خيار واحد فقط هو المواجهة. لن يكون طيب أنت إلا المواجهة. يعني المجلس الثوري، أنا أتكلم المجلس الثوري، هل تعتقد أنه جاهز من أجل توفير المشتقات النفطية، المواد الغذائية، التموينية، أم سيترك الأمر للشعب يدبر عمره بعمره؟ اليمن تعيش في حالة فراغ سياسي يا سيدي الفاضل. ربما الآن في مجلس ثوري وفي قائم بأعمال رئيس الجمهورية وفي كلام عن توفير المشتقات. نعم هو لا، هنالك لجنة ثورية فقط تدير اليمن نتيجة لهذا الاختلال، ولكن لا يعني ذلك أنها قامت مقام الحكومة والرئاسة، هذا غير صحيح. هنالك فراغ سياسي وهنالك مشاكل تسبب فيها هذا الفراغ. نحن نقول لأولئك الذين تسببوا في الفراغ لماذا لا تأتوا لنسد ذلك الفراغ؟ نحن لا نريد أنصار الله عندما يقولوا هل أنتم قادرون، أنصار الله في وبالتعليق وبالتعجيب على الأستاذ الفاضل فهد سلطان عندما قال أن هنالك إدفاع. يا أستاذ فهد سلطان، يعني لا أدري والله إنني أستغرب كيف تخاطبون الناس. اتفاق السلم والشراكة، من الذي وقع عليه؟ أليس أنصار الله أحد الموقعين عليه؟ ألم يكون وحزب الإصلاح والمؤتمر والناصري كلنا كان هنالك اتفاق على، يعني كان باستطاعتنا بعد الثورة أن نقتل الجميع وأن نقيم حكومة ورئيس وانتهى الأمر. طيب ولو أنك برضو ما جاوبتني. نحن نؤمن، لحظة أكمل هذه العبارة، نحن نؤمن وهذا إيمان مطلق لن نتنازل عنه على الإطلاق أن الاستبداد السياسي هو المشكلة العظمى. نحن لا نريد نستبد، نحن الآن نترجى ويعني قدمنا جميع الأمور من أجل أن يأتي حزب الإصلاح الناصري المؤتمر الاشتراكي لنتشارك جميعا. لماذا هم يريدون فقط؟ إذا كان عبد الكريم العرياني قالها بصراحة، لا يمكن أن نقبل بهم معنا في الجيش أنصر. لماذا تنظرون بهذه النظرات الاستبدادية؟ إذا كان محمد قحطان قالها بفمه يموت ولا يقبل بأنصار الله شركاء، لماذا تستخفون بكلام الناس؟ طيب الآن في نصف دقيقة لو سمحت، معك باقي وقت معايا يا أستاذ صلاح. تستخفون غدا أمام الله. يا صلاح أخي صلاح، لم يبقى وقت شيء من عندكم. فقط انقلوا الحقيقة كما هي. وأيضا لحظة لو سمحت، فقط نقطة صغيرة. لحظة، عندما يقول أن السعودية ولم لم تطلب منا العودة إلى المبادرة الخليجية، أين تعيش يا أستاذ فضل يا فهد؟ أين تعيش بالله عليك؟ هل أنت تعيش في اليمن؟ هل أنت تتابع صلاح؟ أخي صلاح، لم يبقى أمر قصري من السعودية، وقالها عبد ربه أكثر من مرة ومحمد قحطان أكثر من مرة، بأن السقف الذي سوف نختتم عليه. طيب أخي صلاح، في نصف دقيقة لم يبقى وقت في نصف دقيقة، ماذا يحمل الغد لليمن واليمنيين؟ أنا أي لك يا أستاذ صلاح. سيدي الفاضل، نحن نتمنى الآن مرحلة خطيرة لن نواجهها إلا باستفاق وطني. جميعا نعود كما كنا، نتحاور، نتكلم، نترك منا العقلية الماضية. لن ننجح إلا بشراكة وطنية بناء على اتفاق السلم والشراكة. أما التهديدات ولهجة الابتزاز هذه لن نقبل بها. اليمن تغير والمواطنون تغيروا. الأستاذ صلاح العزي، عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. نهاية الحلقة مشاهدي الكرام، أدعو لكم بالسلامة وكونوا حريصين في مشاويركم، وأتمنى وأدعوكم إلى أنه نكثر من الدعاء لله، نصوم الأيام القادمة، الأيام البيض على الأبواب، نصومها على الله سبحانه وتعالى أنه يخفف عننا ما نحن فيه من بلاء، ونسأل الله العافية والسلامة لليمن واليمنيين في كل المحافظات اليمنية. آمين اللهم آمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نشوفكم الحلقة الجاية على خير.